بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد البابلي ودرس احترافي جديد من دروس احتراف الالستريتور. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل منظر طبيعي زي كده لشكل الصحراء والأهرامات. خليكم معانا. بفتح ملف جديد، بخلي العرض 1800 بكسل والارتفاع 1100 بكسل ونظام الألوان RGB، واضغط كرييت. ببدأ ان انا اعمل شكل الرمل او الصحراء من تحت. هعمل انحناء بسيط كده بالبين تول، واجي اضغط ضغطة هنا علشان اكسر المقبض ده عشان ما يدينيش انحناء لأعلى بالشكل ده، واجي هنا اعمل برضو انحناء بسيط بالطريقة دي واضغط ضغطة هنا واكمل المربع لتحت. اضغط مسطرة للسحب بالشكل ده، تمام. علشان احط الوان الصحراء زي ما احنا شايفين كده، في هنا في السواتشز في اللايبراري بروح على نيتشر وبعدين لاندسكيب، بتديني الوان الصحراء تقريبا يعني قريبة منها. فهبدأ ان انا ادي جريدينت للمربع بتاعي او للشكل بتاعي، بعد كده هضيف، طبعا اتأكد هنا ان اللون ده هو المتنشط، بعد كده اضيف مثلا اللون الفاتح ومن الناحية التانية اضيف اللون الغامق، تمام بالشكل ده. بعد كده احاول ان انا اديها منظر الكثبان الرملية من اعلى شوية كده على نفس الزاوية، بضغط كمان ضغطة وبعدين ادي كيرف هنا وكيرف هنا برضو بالشكل ده، تمام. طبعا بشيل اي ستروك زي ما اتفقنا، المنظر بتاعنا النهاردة مش هيبقى فيه اي ستروك، تمام. بدأت احس بشكل الرمل شوية. لو انت عايز تقلل او تزود التأثير بتاعت الرمل، تخلي مثلا دي CMYK وتيجي على البلاك تزوده شوية، فبقى عندك الشكل ده زي الرمل كده. هاجي ارسم بنفس الطريقة، ممكن برضو اتحكم في الجريدينت هنا شوية، تمام، بحيث ان هو يديني لون فاتح. بالشكل ده هاجي بعد كده احاول ان انا اعمل خلفية، اختار اداة المربع واجي من فوق. حاول يكون الشغل بتاعك على قد الارت بورد علشان ما تحتاجش ان انت تعمل ماسك بعد كده او ان انت تعمل تريم فيو. هعمل كنترول جيم علشان ارجع الشكل ورا، وطبعا بحاول ان انا اظبط الجريدينت بتاع السما، اخلي الغامق هو اللي فوق، اضغط على الشيفت علشان يكون رأسي بالشكل ده. ممكن افتح اللون ده شوية، وابدأه من تحت اكتر زي كده، بقى عندي شكل زي الغروب. ممكن برضو اضيف رمل اكتر مثلا من هنا، يعني بالطريقة دي. لو انت عايز تغير جريدينت من شكل التاني علشان ما يبقاش كله متشابه بالشكل ده مثلا، واجي بعد كده ارسم شكل مستوي شوية بحيث ان هو يكون الافق بتاعي، يعني بس انحناء بسيط بالشكل ده. خلينا نرجعه برضو لورا، تمام.
بحاول ان ادي له جريدينت برضو مختلف علشان يكون شكله طبيعي. باجي بعد كده اجيب برضو ارسم الهرم ببساطة، بتعمل خط مستقيم مع الشيفت، بتعمل مثلث عادي جدا. طبعا الجريدينت وبعد كده برسم برضو كمان مثلث جنبه. بس اخلي الجريدينت بتاعه فاتح من فوق كأن عليه إضاءة بالشكل ده. تمام، كده انت عملت الهرم بتاعك. ممكن ان انت تظبط الزوايا بتاعته. بالطريقة دي مثلا اخد منه نسخة واصغرها شوية بالشكل ده، وطبعا ارجع كل الاشكال ورا بالطريقة دي. تمام، باجي اختار مثلا اخد المثلث ده اعمل منه نسخة بحيث ان هي تبقى هرم بعيد بالطريقة دي. ممكن اخلي ده هو الكبير وده هو الصغير. بالطريقة دي هاجي بعد كده اضيف سحاب. طبعا اديله لون ابيض واقلل الاوبسيتي بتاعته جدا، يعني خليها حتى 50، ورجع طبعا الشكل ورا. بالشكل ده ممكن اخلي دي بشكل شفاف شوية واعمل منها نسخة. ممكن اغير في شكلها شوية. بالشكل ده ممكن اعمل شمس، اعمل دايرة هنا واديها جريدينت ابيض واسود عادي. طبعا زي ما اتفقنا الاسود ده مش اسود، الاسود ده درجات غير الاسود. احاول ان انا اتأكد ان هو اسود واديله جريدينت دائري. وكل اللي انا هعمله هروح على نظام الالوان اخليه كولر دوج، بيديني شكل زي الشمس كده. خليها برضو ورا كنترول جيم علشان انزلها ورا السحاب وورا الاهرامات بالشكل ده. باجي بعد كده اخد اداة الفلير. تمام، وابدأ ان انا اعمل شكل بالطريقة دي واضغط ضغطة في اي مكان تاني علشان يديني امتداد الشكل بتاعها. بقى عندي زي ما يكون اضاءة للشمس كده اللي هي العدسات دي. بعد كده بروح على النت واكتب في جوجل كامل رايدر فيكتور واضغط على كلمة الادوات واخليها كبيرة اللي هي حجم كبير. وبعد كده انا عن نفسي اخترت الفيكتور دوت، انا اعمل له داونلود. تمام، اسحبه على الاستريتور على طول
بالشكل ده، وزي ما اتعودنا طبعا لو احنا عايزين اشكال اسود بس من غير الخلفية البيضة بروح على سكتشد ارت اضغط عليها كده، هو حول لي كل الاشكال، بعمل اكسباند علشان يفك لي التجميع بتاعتها واختار الشكل اللي انا عايزه، اعمل انجروب طبعا وابدأ اشوف انا عايز انهي شكل. نفترض انا عايز الشكل ده، خليه مثلا اعمل له ريفليكت اوكي، ممكن اصغره شوية بالشكل ده، واعمل كمان ريفليكت، اجيب اداة الريفليكت ومن تحت من هنا اضغط الت واضغط ضغطة واخلي الانعكاس رأسي، واعمل كوبي بحيث ان انا كأن هعمل ظل للاشكال بتاعتي، ببدأ اظبط الظل بتاعي. طبعا بتحكم من الكيبورد علشان التحكم يكون ادق، تمام، واجي اعمل له جريدينت برضو، تمام، اخلي الابيض ده صفر، واجي بأداة الجريدينت تول اخلي الاسود من فوق والابيض من تحت مع الضغط على الشيفت، واروح على نظام الالوان اخليه مالتبلاي كأنه ظل، تمام. ممكن تاخد كمان شكل زي ما انت عايز، نفترض مثلا الشكل ده، برضو نفس اللي انا عملته، أداة الريفليكت ومن تحت بعمل ريفليكت رأسي مع الكوبي واحط له جريدينت واخلي اتجاه الجريدينت من تحت لفوق واخليه مالتبلاي، بالشكل ده بقى عندي منظر زي كده. ممكن انت بقى لو انت عايز تزود مثلا تحط مزروعات، صبار، تحط نخلة هنا، تعمل مثلا يعني الأفق ده مثلا ما بيكونش بالشكل ده، بيكون ضبابي شوية، أنا ممكن أعمل مثلا شكل ترابي أو ضبابي شوية، تمام. طبعا بخليه في المكان المناسب، كنترول جيم علشان أرجعه ورا ما بين الأهرامات والأفق كده بالطريقة دي، وأديله جريدينت شفاف شوية، نفترض إن هو كده، طبعا أعكس الجريدينت علشان يكون الشفافية من تحت مش من فوق، وخلي اللون الأزرق ده نفترض إن هو أصفر مثلا بالشكل ده، وبعدين اعمل له افكت بلور، جاسيان بلور ممكن مثلا 49 او ازيد شوية مفيش مشكلة، اداني تأثير كده زي الافق او التراب مثلا زي ما بيبقى في الصحراء، ممكن اقلل الشفافية بتاعته بالطريقة دي، تمام. ممكن اعمل تريم فيو علشان يديني الشكل النهائي، او لو انت ما عندكش خاصية تريم، الناس اللي عندها الاصدارات القديمة ممكن بكل بساطة تجيب مربع بالشكل ده وتحدد كل الشغل بتاعك، وبعدين كليك يمين تعمل سيلكت اول، وكليك يمين وتعمل ميك كليبنج ماسك، فبيقص لك اي زيادات بره. بقى عندنا الشكل ده في النهاية، درس بسيط وسريع، اي نعم هو مش احترافي قوي لكن برضو بيدي لك افكار جديدة علشان لو حبيت بعد كده ان انت ترسم منظر الصحراء في اي وقت بيكون معاك شكل كويس. في اعدادات اكتر من كده بكتير للصحراء، ممكن تحط صخور، ممكن تحط اشكال متداخلة، الوان بني، ممكن تحط مزروعات، ممكن تحط خطوات اقدام، شكل الرمل نفسه ممكن يبقى زي الحبيبات بطريقة معينة،
لكن احنا قلنا نبسطها بحيث ان هي تدينا شكل كويس وفي نفس الوقت يكون الدرس بسيط وسهل. اتمنى يكون درس النهاردة عجبكم، وان شاء الله مستني تطبيقاتكم على جروب التليجرام، ولو مش مشتركين معانا اشتركوا معانا واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. وشكرا ليكم، كان معكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.